اعتراضات على مسرحية الحرم الكبير، خبرني شوي. هي بتدعي بتطلق دعوة لوحدة الكنيسة، أحداثها بتدور بتاريخ الانشقاق بين الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية، ودائما بنعرف أنه في هالتضارب وجهات النظر. لما عملت هالمسرحية أيضا صار في ردود أفعال، أيضا جامعة البلمنت كان لها موقف. خبرني شوي أكثر عن موضوع المسرحية وعن ردود الفعل يلي صارت من بعدها. المسرحية يعني المسرحية بتدعي للوحدة، يعني هذه نحن يلي منقولها انطلاقا من كلام المسيح ليكونوا واحد. هلا والوحدة بده يكون فيها مشاكل، انه الانقسام هين كثير والهدم هين كثير، الوحدة صعبة. انما الانسان اللي من بده يسعى للبناء اكيد هالشيء هذا بده ياخذ وقت، وهالشيء هذا بده في مشاكل وفي صعوبات. أنا المسرحية اللي فكرت فيها أكيد فكرت بأشخاص يكونوا عم بيرافقوا العمل تاريخيا، لأنه أنا مني إنسان تاريخي، أنا متخصص بالمسرح، بعرف أعمل الشغلات المسرحية، أقطع المشاهد بقدر أشتغل العمل. إنما الأحداث التاريخية المتخصصة اعتمدت على بعض أكيد الأشخاص حتى يساعدوك فيها. المتخصصين يلي كانوا موجودين معي هن كلهم دكاترة، دكاترة باللاهوت ودكاترة بالتاريخ. أبونا الدكتور ناصر جميل، أبونا الدكتور غناطيوس السعادة، أبونا الدكتور بولس فغالي، أبونا جورج بليكي، أبونا جون ويلينغو، أستاذ إلي ضناوي من جامعة البلمنت، اجتمعت أنا وياه. شو صار وكان وقتها؟ كان في حكي، يعني كانت المسرحية بعدها منطلقة بأولها، ومن بعد ما اجتمعت بعثت لهم أول فصل من مزبوط المسرحية أنا حتى بعثت له يطلعوا أول عليه؟ فصل وقعدت قريته أنا وياه، وكان في حكي حول بعض المواضيع، وهو قال لي إنه رح يبعث لي النتيجة يلي بده يشوفها من بعد ما يدرس مع جامعة البلمان، يبعث لي ردود الفعل. هلا استاذ إلي ضناوي بيقول انه ودى انه بعث، عبر وانا البريد الالكتروني هو رد عليك مني حسب هو شو بمجال بيقول. اقول بعت بس او ما حضرتك بعت، ما استلمت انا شيء. شخصيا ما استلمت، انا نعم شخصيا ما استلمت هالشيء هذا. نعم وباشرنا مع الاخذ بالنظر بعين الاعتبار الشغلات يلي اعطاني اياها، نعم وكفينا بالمسرحية. أنا لما ما إجاني ردود ما تلقيت أنا رد، مع أنه كان معه رقم تليفوني، مع أنه كان ممكن هو أنه اتكل يتصل يمكن فيه. على الإيميل، يعني اعتبر يعني أنه مفروض هلا يكون الإيميل، حضرتك اعتبرت أنه ما صار في أنا رد شخصيا وتبعت بالموضوع. تبعت أكيد بالعمل يلي حاولت أنه أقوم فيه. هلا أستاذ إلي بعد فترة عطى ردة فعل انطلاقا من كلمة أنا قلتها على وسائل الإعلام، إنه السكوت علامة الرضا. هلا هو اعتبر إنه لا، السكوت ليس علامة الرضا، في عندهم شو بعض المشكلة كانت؟ شو الملاحظة في عندهم بعض اللي كان حابب بعض يدونها الملاحظات يعني؟ بس أنا كنت بتمنى إنه تنحضر المسرحية، إنه المسرحية ما انحضرت، والمراشقة إذا بدي كانت مراشقة من بعيد، لأنه أنا أخذت بعين الاعتبار والشغلات يلي طلعت على صفحات الجرايد هي شغلات للأسف مش محضورة، يعني للأسف أنه أنا محددة. يعني لمن بيحكي أحد الأباء بيحكي بمعارضة الأب بيحكيها جورج مسوح. أبونا جورج مسوح مزبوط، بيحكي بإحدى المعارضات يلي بيقولها، بيقول أنه أنا أعطيت البابا ليون انه هو قديس، مش انا اللي نصبته قديس، الكنيسه الكاثوليكيه مصبته قديس وهو قديس مرفوع على المذابح. نعم اذا هو قديس انا ما في يقول عنه مش قديس الا هيك. الشغله الثانيه اللي بيقولها يلي هو بيقولها، بيقول انه انا ما حكيت عن اولويه روما، وهذا الشيء انا حكيه عن اولويه روما. طب ما حضر، وكيف ممكن يقدر يعترض؟ هذه خاصه الشغله بيقول انا ما مش انا اللي يعني هون اللي حتى بيقول انه لم تسلط المسرحيه الضوء على المشكله البابويه لاساسها حب السيطره، ولم تسلط الضوء على الخلاف اللاهوتي بشان لو كل الشغله هالتفاصيل. محضوره، لو الشغله محضوره بيشوف انه هذا الشيء موجود. بس نحن ليش بدنا نوقف قدام الخلاف؟ نعم الخلاف قادرين انه نصلوا، نحن اللوحه الاخيره
اللوحة الأخيرة، مش هناك قلت لك إنه أنا بنطلق من الناس، أنا بنطلق من الناس، والناس شو بدها بتطلع بتشوف الدمعة بعين الناس، والناس عم تقف عم بتزقف لمن عم بتشوف إنه الكنيسة توحدت وبطل في عنا عيدين وبطل في عنا ميلادين، وهيدا هو الشيء اللي نحن عم نقصده من خلال المسرحية كلها سوا. ما في شك يعني وحدة الكنيسة والأعياد وصية يسوع نكون لإلي موحدين بهالأعياد، يعني هلا بسبب كمان عيدين، يعني عيد الكاثوليك والأرثوذكس، بس هون كمان حتى أنهي هيدا الموضوع حتى ما أطول عليه كثير، بيقول انه فتترك شؤون الانشقاق للخبراء مش للاشخاص اللي يعتبروا يمكن هواة والى ما هنالك. ما بدي اقول شو قال يعني معلش فهون عم بتقول ردا، يعني دجا رديت انه انا استعنت باشخاص متخصصين بهذا الاطار أنا استعنت التاريخي ووقائع تاريخيه معينه، اذا هو بيعتبرهم هواة هذه الشغله بترجع له. بيقول المطران الراعي انه مفعيل الحرم الكبير او الحرم الصغير هو حرمان المعاقب الاشتراك بالقداس الالهي وقبول القربان المقدس والى ما هنالك، في قانون في قوانين بهذا الاطار. والمطران بشار الراعي على هامش المسرحيه ايضا حكي عن تعاطي وسائل الاعلام بهذا الاطار. طيب لاي مدى هون يمكن نسال حالنا، انحكى بالحرم بالفتره الاخيره صار في كثير من السياسيين يتعاطوا مع الكنيسه او يتعاطوا مع مقامات دينية معينة بشكل غير لائق، أين الحرم الكبير أو الصغير من هؤلاء برأيك؟ هلا النقطة الأساسية اللي حكيها سيدنا بشار الراعي هي يلي الإعلام ما ضوى عليها. نعم. سيدنا بشار اللي منحكي عن الإعلام وقال لهم بتمنى إنه ما تجتزئوا كلامي. وحكي عن الحرم تاريخياً، حكي عن الحرم الكبير وحكي عن الحرم الصغير تاريخياً. ورجع قال الجملة الأساسية يلي وسائل الإعلام أنا بقول إنه ما كانت واضحة فيها، لمن قال بدكم تسألوني اليوم، وهالشيء هذا مسجل على بعض وسائل الإعلام، ليش الكنيسة ما بتحرم؟ قال إنه الكنيسة اليوم بطلت تحرم لأنه ضمير الإنسان هو يلي بيكون الحرم لإله. هيدي هي الكلمة الأساسية. فالشيء اللي عمله سيدنا بشار الراعي كان مجرد عرض تاريخي كيف كانت الحرمات، حكي عن الحرم الكبير. نعم. وحكي عن الحرم الصغير. حتى وصل للنقطة الأساسية إنه ضمير الإنسان هو، لأنه كل شيء تغير وكل شيء تقدم. فالكنيسة حتى بالدين المسيحية في الخيار عند المؤمن، يعني هو بيعرف حاله، هو بنقي الخير من الشر وبعدين يوم الحساب هو اللي بيجي بعدين، فما في شيء منزل أو ما في شيء إجباري. أكيد. مزبوط؟ أكيد أكيد إنه الإنسان هو حر وهو اللي بيختار اي خط بده يختاره، هو بده يتحمل نتيجه الشيء اللي بده يختاره اخطائه او الى ما هنالك.